وهبي انت اللي تحكي مع وهبي. انتما اللي باش تحكيوا في مع وهبي تكلمونا على 73-278-1000. تحية لكل اللي قاعدين يكبتوا في موجة MFM على 105.5 94.7، وتحية لكل المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا فينا على M24. دونك كل نهار سبت تتابعونا في السهرية ابتداء من 10 متاع الليل. باش تشاركوا معنا زادة نجموا تبعثوا SMS على 85-151، تحطوا MW وما تنساوش طبعا تحطوا الاسم، تحطوا العمر، وتحطوا البلاد اللي انتم بعثتونا منها الاس ام اس. نحن باش ناخذوا الاتصال الموالي، وبكل الحب باش نقولوا الو. الو، مساء النور. لاباس؟ الحمد لله. الو. وي مساء النور. نعم. نتعرف عليك. بسمة. بسمة، مرحبا بك يا بسمة. مين تكلم فينا؟ من بنقردان. منين؟ من بنقردان. بنقردان. نعم. وصفا الجو غاديكا؟ الحمد لله لاباس. تسمع فينا اون ستريمينغ مال؟ تسمع فينا اون ستريمينغ مال؟ مرحبا بيك وتحية ليك وللشجعان وللوطنيين معناتها الكلام الكلام الكل شوية فيكم راه شوية بتبيع بنقردان معناها في بالك معناها تويكا معناها شو باش نقول لك حتى الكلام ما لقاهش. انت عشت في الاحداث اللي صارت؟ ايه عشتها. وكيفاش نفسيتك كانت معناها؟ تقولي شجعان انتوما راك خرجت انت معاهم هكا ولا؟ يعني نخرج نحن ما خافوش بون. هاي الحاجة جاتنا على غفلة والحمد لله عندنا رجال. اها. معناها الحاجة اللي عنا في داخلتنا أنا عنا رجال في تونس ستة عامة مش كان في بنقردان. عنا رجال وعنا سيدة ما خافوش قدرة ربي الحمد لله. فما إنسان عظيم برشا قال كلمة اللي قال اللي بنته استشهدت، وإن شاء الله معناها نوجه له تحية كبيرة كبيرة، اللي قال وطني قبل كيفاش هو الكلمة كيفاش قالها هو كان قبل بطني وطني قبل بطني صحيح معناها كلمة صحيحة وماش ما يسمعها وبلادي قبل ولادي بطني. اي وبلادي قبل ولادي صحيح معناها بأتم معنى الكلمة مش فابريكاسيون ولا حاجة هو بالرسمي هكاكا كلهم يحسوا هكاكا مش كان في مبروك معناها. على كل نشكرك على اتصالك بسمة. دونك قديش عمرك؟ عمري 39. 39 سنة. متزوجة ولا مخطوبة ولا شنو؟ لا متزوجة عندي زوج بنات. متزوجة عندك زوج بنات ربي يقدرهم. قديش عندك متزوجة بسمة؟ والله عرفت 2006 وبقيت 6 سنين معرفة وبعد طلقت بقيت 3 سنين مطلقة وبعد رجعت 3 سنين مطلقة معناتها رجعت لراجلك الأولى؟ رجعت لراجلي. اها معناتها رجعت ما عندكش برشا؟ أي عندي عام. عندك عام؟ ماني عروسة تو تسمى. ما في المعاودة هذيك ما نعاودوا نحتفل. والله خفتني كان جيت عروسة أكبر غلطة عملتها في حياتي إني أنك رجعت؟ عرفت وعاودت رجعت. علاش احكي لي؟ اي والله احنا من اللي عرفنا مرة الاولى عرفنا على زوج يحبوا بعضهم هكا كل شيء يعني قصة حب. ايه مش قصة حب طويلة معناها مش بتكون بكثير مواصفات اللي حاسه بها بكون عاقل ومتربي وكل ما يجيش عيني من الوطا ويخاف ربي يعطي قيمة للمرأة
بعد العرس كشفت لي ما حد شيء من هذا. يعني بعد العرس مباشرة ولا بعد مدة؟ بعد العرس كريك مباشرة كما شفت لي. أنا كيفاش اكتشفت هذا؟ كثرة المشاكل معناها؟ ما عطانيش قيمتي كامرة. إيش معناها كي تقول ما عطاكش قيمتك؟ ما عطانيش قيمتي معناها من جميع النواحي. عشتها بتتسميل تمرميز وغدرة وخيانة كيفاش غدرة وخيانة؟ ما تعطيني شو بسمة، أنا نحبك تحكي معايا بوضوح تام باش هكيك وما أنا نفهمك وأنت تفهمي. ما نحكيش في المطلق معناها. والله أنا أول برنامج، أول برنامج طرشت فيك أول حلقة. جيت النهار هذاك عملت أنا تليفون. طرشتني معناها معناها ما جبتش كيفاش؟ أول رغم كما قلت لك أول ما عرفت، عرفت على أساس إني نحب بعضنا وعلى خاطر على خاطر الطرب ياخذينا وعلى خاطر النظافة وعلى خاطر عبد جدا نظيف يبدا مطرب يعطيك المرأة. اكتشفت من بعد العرس إنه مش هكاك. بعد اكتشفت إنه ما فماش منه حتى شيء. باهي. أنا اللي نحب نفهم كيفاش أنت اكتشفت هذا ولا كيفاش انت بان لك الشيء هذا؟ لما بعد العرس عرفت اشني في دارك بون هو دارك وتعبك وكل شيء يعني تنزلت على برشا حاجات يعني كلكم ما كنت مع دارهم يعني ما خديتش راحتي مرة ليلة وحدي في الدار كنت مع امهم وعائلتي. بعد ما اكتشفت اني معناها خذاخ ديما مش مرة فهمتي، خلاها في الدار تنصح تضيق تلها بومي يروح للدار ما يعطيها حتى قيمة ما يعطيها حتى أهمية. معناها ما حسيتش بوجود هكايا متاع امرأة اللي هي تمثل إنسانة عندها قيمتها في دارها اكسترا. لا حسيت بنفسك وكأنك حاجة من الحاجات الموجودة وكها صحيح إني قطعة أثر مثلا نترسس ما يهمه بشي نمرض ما يهمه مرضي إيه وكي تحكي معه شي يقول لك بصمة والله حاجات فما حاجات ما تتنبش خويا تحكي معها تنبية حسبية حبية حاجة كانت ما تنزلت تطلب تحكي على شيء ترفض كانت هي طبيعتي طبيعتك معناها كثير برا تضحك تلعب أنا مش هكا طبيعتك كل ده قلت هي طبيعتي أنا هكاك معناها ما تتناقشوش حتى ما زال للنقاش وللحوار ما هوش موجود نتناقشوا نتحاوروا نشدوا نبقى انا وياه يا انسان حاجتك بيا ولا انا حاجتي بيك وانا ما خبيتكش علاش تصرف معي هكا انا هكاك انا طبيعتي هكاك ولكن طبيعتي هكاك ما زاد طبيعي لازمها تركب على بعض حسيلي بعديك جبت بنتي وبعد بنتي كبرت معناها وقتي هي بنتي عمرها عامين وعمل كونتاك معناها عمل عملة برا مش باهي فهمتني؟ عمل شنو؟ معناها عمل معناها حبلت منه واحدة. حبلت منه واحدة وين؟ يعني قام يا بسمة تحكي لي بوضوح تي شبين حس فيك هكا بالسيف ما تطلع في الكلام يعني. معناها عمل كونتاكت مع وحده اخرى عمل علاقه معناها خارجه عن اطار الزواج صحيح تمادات العلاقه ووصلت العلاقه جنسيه صحيح باهي اللي عمل معها العلاقه حبلت منه ايه هي
ومن بعد؟ بعد أنا ما في باليش معناها ما في بالي بحتى شيء، يصل معناها يزيد صغير للدنيا ويتقيد باسمه وكل ما شيء، أنا ما في باليش. معناها المرأة اللي خانت معاها دونك بعد الحبالة خليته صغيرة. ايه باهي، معناها جاب هو صغير في الحرام. صحيح. يعني الطفل عندي كبير، معناها في الحرام كما تحكي انت، وانا ما في باليش. باهي، وقتاش اكتشفت الموضوع هذا؟ وقتاش اكتشفت الموضوع؟ وقت جاي صغير صغير تكتب باسمه، معناها جت هي تلك البريود نتاع الثوره، فهمتني؟ معني انا ما في باليش، ما عنديش حتى معلومه، ولا الله يتعاقب معناها قانونيا وكل مشاكل. انا ما عنديش حتى معلومه عليها الحكايه. بعدها بعامين اخرين تكبر مشاكل، معناها بدا يخرج من الدار، ما عادش يروح، كان عجبك ابكي، ما عجبكش بري على روحك. وقتها كان عندي زوج بنات في الكيك. تحملت زين، هو قال لي انا راني صايم ما عادش حاجتي بك باش نطلق. قلت له اوكي. باهي، دونك وصلت الزنقه بالهارب قال الراجل. ايوا باش يعمل لي طلق في الانشاء. اي بعد يعمل لي طلق في الانشاء، كاكا ربي سبحانه، معناها المعلومه جات لي بيدي البريود نتاع الطلاق هذاك. اي جات المعلومه انه هو عنده صغير في الحرام من المراه، اللي هو عنده بيبي في الحرام، ومعناها تنجم تزداها الحكايه، تنجم تبدأي عبديه من كل ما شيء. باهي حسينه. مشيت تبعت العدلين وسألت كل ما شيء، وطلعت الحكايه صحيحه. ومشيت يعني على اساس اللي كانت تحب لازم تبعيها عدليا، تبعيه نورمال يتعاقب هو وزيك، انا حبيتي لا، معناها لا. خضبت انا القلب نيتي معناها الصغيرين صغار هذوك، ما حبيتش نتبعوا عدليا. يعني حكمت عقلك وما حبيتش تكبر المشكل، وقلت معناها حسيب ربي كما بلي بولادي، فهمتني؟ ما نجمش معناها مش هو. لا يعطيك الصحة، والله يعطيك الصحة. باهي باهي، صغاري على خاطر بنتي قلت لكي مانيش نخدم ليك، انا نخدم بشر يغلوكي. فهو حسي تم الطلاق بالامس، طلق كل حد على روحه. جبت صغاري وعيش مع اهلي معناها في بنتي، نعيش مع دارنا، وبقيت 3 سنين مطلقة. بعدك شفت بالمكتوب وعاود رجع. سامحني، هو المرأة اللي غلطت معاها هذيا عاش معاها، قعد معاها في علاقة، قعد ما مرتبط بها؟ لا. مالا كيفاش تو الوليد مقيد باسمه؟ الوليد معناها باش نكونوا بسمة، الوليد باش نكونوا صريحين، هو معناها ما عندوش ذنب في الموضوع، صحيح ولا لا؟ الوليد اللي تقيد باسمه، اللي هو قايده باسمه ولده، معناه ولده ما عندوش ذنب في اللي صار هذا. يا لند ما عنده حتى ذنب. باهي باهي، المراه اللي غلطت معاها، هو الوليد عايش مع امه؟ مع امه. وقايم بهم هو ولا لا؟ الله اعلم. كيفاش الله اعلم؟ معناتها تو انت كي رجعت له، ما نعرف. انت تو كي رجعت له، انت كي رجعت له، ما في باله اللي انت معناها في بالك انه هو جاب صغير في الحرام، ولا ما في باله؟ اي في بالي، قلت لك ما تسالوش انت شنو عمل هو مع الوليد هذاك؟ ما تسالوش شنو عمل هو مع الوليد هذاك اللي جابه؟ الو،
لا ما نجبدلوش عليه الموضوع. ما تجبدلوش عليه الموضوع على خاطر الاحترام، احترام للمشاعر نتاعو. فهمتني؟ ما نحبش نرجع، ما نحبش نسال عليه، ما نحبش نسال عليه نقول له هذاك وين وكل شيء، خاطر هو يقول لك قاعده تحب معناها تزيد فكرني في غلطي ولا حاجه. انا قلت بغلطي دبرت يعني. هو ندم أموري. هو ندم ندم هو والله يا خويا ولدي، ما نصورش كان ندم. فهمتني؟ يعني خاطر هي جايتك الحكايه، كان جاي ندم عمره ما توصل المرأة تعمل معاه الشيء هذا كله، وكيف يرجع يرجع لها باهي. دونك انت ماني غفرت له وعلى اساس طلب السماح واكسترا، وقال لك نرجعوا نلموا رواحنا ونلموا صغارنا بيناتنا ونرجعوا نعيشوا حياتنا. انا كبرت انا وما عادش نتاع الشيء هذاك، ونلموا بيناتنا وكل شيء، وكان فما حتى مشكل على خاطر بناتي تحب، على خاطر بناتي انا خيرت المره اللي قلت لي تحب، على خاطر نرجع معناها على خاطر البنات وقعها وخاطر حاجه تبقى. ولا نبدو تضحى من اللي قلت لي كان انا ما سالش نبدو سطحة أخرى ديزا ونحن باللي صار ما صارش. والمهم إن شاء الله تكون تربيت من الديفوات بتاعك وكل ما شئت. إجاز بسمة لو سمحت. ألو بيت نكملوا بإجاز. دونك أرجع لك ونورمالمون كل شيء تريقل. شنو اللي صار من بعد؟ بعد معناها سكنت لهنا في المنطقة اللي أنا نعيش فيها أنا وياه. في بن قردان. في بن قردان. ودونك يخدم هو في فوق عزادة تسمى قريبة، معناها يخدم في جرجيس. على أساس معناها يروح كل جمعة كل 10 أيام كل ما شيء. وأنا راهو إحنا كرجعنا لبعضنا. وانا كريت بيا دار ومعناها ماذا بيا كان فما امكانيه تكوني تروح كل يوم ولا نهار بعد نهار، اما تشوف خدمه هنا باش تروح معناها كل يوم مسؤول مرتك وصغارك. وصغارك معقول اي. في هو ان شاء الله هذاك هو البروجرام باش نحول هنا للبن قردان، ومعناها اصبري شهرين معلومه بعد. بقيت نصبر انا كيف في الشهرين جاب نقل السقف. شو عمل؟ نقل السقف. نقل هو السقف وخليكم انتم في بن قردان. قلت له انا كيفاه توا احنا هنا وانت غادي بالك شي ظروف خدمته بس ما معناتها هكاك يزيد نقل ظروف خدمته معناها ما عرفتش انا ظروف خدمته. هو ماهوش خدمه اكلي فيه كثير معناها تنجم تكون عامل يومي معناها يخدم في شركه ما لقاش على حساب صغار ومرته ينجم يشوف في خدمه اخرى. دونك مش والا يهزنا معاه ولا حاجه. اقترحت عليه قلت له هزنا معاك. سي ما سامحني تو يهزكم معاه، تو هو كل مره كل شهرين ها مره مشى لهنا مشى لهنا، كيفاش باش يهزكم معاه؟ عندك قرايه لا انت تاع بناتك. لا لا الحكايه مش هو ماهوش يخدم كل مره في بقعه. معناها لازم يقعد يخدم في بلاصه فيك لا هو ماهوش حتى اجباري باش ينقل راه. شنو يخدم هو بس؟ هو يخدم في شركه. ايه يخدم في شركه، الشركه هذه هي اللي تبعثه كل مره البلاصه. الشركة ما هي ماهوش إجباري معناها وقت اللي اقترح عليه عرض باش ينقل اقترح عليه عائلته. فهمتني اختي؟ أنا حكيت معاه قلت له دونك هو رفض أنه يهز عائلته. صحيح حكيت معاه قلت له أنا معناها تنجم تكلم العرف نتاعك، راني عندي مرا وعندي صغاري، إما ينقلوا معايا وإلا خليني على الأقل في المنطقة الأقرب لل للدار باش نروح على الاقل حتى خير. دونك ما هو قالوا لا مشى وحده. قال لا انا نحب نخدم في السقف والدار ما عنديش حتى مشكل معناها معاهم، رغم ان احنا عندنا فما مشكل معناها على المشي للسقف واحنا لا ولا يخلينا هنا. شنو صار بعد بسمه؟ بسمه بإجاز لو سمحت لانه الوقت قاعد يداهم فينا.
شنو اللي صار من بعد اللي خليك انت ندمت انك رجعت؟ اللي معناها باختصار شال السقف ولا ما عادش يروح جمله واحده. ايش معناها جمله واحده؟ قداش يقعد؟ انا ما عادش يروح شهر شهر ونص شهر شهر ونص يروح فيهم، معناها يشوف بناته ساعه بركه كأنه معناها كأنه مطلق ماهوش معرف، كأنه ضيف ولا كأنه مطلق. هاي ويجي يطلع على بنات وكا الساعة للسواعة ويروح. وكشتوت معاه قلت له انا راني على بنتك ومراه معزه ومعناها وعندي حقوق عليك وعندك حقوق عليك ومشاكل، احنا انا عايشين هكاك عجبك ابقي ما عجبكش مش طلقي على روحك. مرة أخرى ما عجبك أقعد ما عجبكش يلعب ما نعلم. صحيح عجبك بالطريقة هذه إيه للوقت إيه للممات حاولت تعرف شنو السبب؟ لا يعني مثلا ما ينجمش يكون هو عمل علاقة أخرى موازية مرة أخرى؟ ما نعرف لأنه هذا إنسان ما يعرفش روحه شي يحب بسمة معناها أول مرة لولا وانت شديته صحيح. بالبروفة كما يقولوها وتلبس سماح وكسترا غفرت له انت وانا نحترم فيك هذه معناتها معناها سمات انك انت امراه نبيله وامراه تخمم بالعقل كسترا وانك حاولت انك تسامحه معناها انديبوندامون دو شنو اللي صار فهمت المشكله الضخامه نتاعها ولكن انسان باش يقعد هكايا مره وتعاود مره وتعاود يعني باينه الحكايه انكم صحيح معناتها الكره ما عادش متعدي بس فهمت دونك يزم حلول جذريه في الموضوع هذا لان انا ما عندي ما لقيت حتى حل معناها الحل انك انت يزمك تحكي معاه اون فوا بور توت يا اما باش تتلهى بيا وبصغارك وتقوم وتكون مسؤول لانك انت رب البيت ودونك رب بيت يزم يكون معناها مسؤول دو اجوس كازيد ويزم ها حتى حل حكيت معاه كما تحكي انت بالضبط وما حتى حل لا الحل موجود انا كل واحد يمشي على روحه في الحاله هذه والا هو يلزمه يقتنع ويفهم انه زاد المسؤوليه ماهيش انه يجيب صغار ويخدم راه ويطيشهم ويمشي هو كل واحد في سيره هذه حاجه ستاندار وكلاسيك معناها اللي نقول فيه انا ان شاء الله ما يلومونيش عليه الساده المستمعين والمشاهدين ولكن انسان وقت اللي قرر باش يبني عائله العائلة هي أنه يكون موجود معه وكل راع مسؤول عن رعايته نورمال فوالا دونك إذا هو عارف روحه ماهوش مسؤول ولا ما ينجمش ولا حاول وما مشيتش من الأول حاول مرة ثانية وما مشيتش زاد مش من الطبيعي أنه باش يخليك أنت تقاسي وتسوفري وتتعذب وتربي في صغارك زاد وحدك إكسيتيرا ومخليك هو في المهموطة وفي المحلول هكاك وأسفار هو شنو يعمل لأنه هو ديجا غلط أنا ما عندي سؤالي خاطر بحكم ما احنا مش الفرصة تتعطاها مرة ما تتعطاش مليون مرة خاصة كي تلاحظ أنه السيد ما تحسنش وما تطورش وما ما ما قامش بعائلته كم يلفوت يزيد بعده تو كان في جرجيس قلت لي عمل هكا مشى صفاقس دونك لازم تحطه قدام امر الواقع وتاخذ قرارك وتكون انت زاده مسؤول على قرارك بصمه ماشي يخليني حتى التنازلات معناها نتنازل انسان هذا يقول لك كان عجبك اقعد ما عجبكش برا يعني انسان ما يخممش فيك ما يحبكش بصمه انت واضحه العمليه على الاقل انت توا باش تزيد تتاكد حطوا قدام امر الواقع وتعملوا اختبار وتشوف اذا شادت فيك صحيح تعمل مستحيل باش يرجع ويلم عائلته ويريث اذا انسان ما انت ما يهموش وما على بالوش باش يقول لك برا ما تحب دونك واضحه جدا الصوره اي حبيبي معناتها ما يزميش علم انت انا معناها انا راني معناها بس حاجتي بيك ما حاجتيش بيك هاكم تحبي تبقي على صغيرك هاكم من لا تبقي أساسا ما هوش معقول هذا ما هوش معقول حتى قانونيا ما هوش معقول راه انا حسيت اني استغني وتسبني معناها باب اخرى معناها يخليني انا نتنازل على حقوقي على خاطر
شوف بالنسبة للحقوق وذي كله فما قضاء وفما محامين معناه فما دولة وفما قانون ماهيش مسيبة. لكن خلينا نكون متفقين على المبدأ. المبدأ هو إنسان يزمه يكون مسؤول على عائلته. هذا إنسان ماهوش مسؤول وما كانش مسؤول وعمل غلطة كبرى وشنيعة اللي أنت وقفت معاه معناتها وقفت معاه بين ظفرين معناتها مشكيتش بيه ما حبيتش تعمل مشكلة راعيت صغارك معناها شوف شوف قديش أنت تخمم بالعقل ومرأة ركزة وهو إنسان مخه في عالم آخر ورغم هذايا وتويكا وبريس قاعد يعاود في نفس الحكاية زاد بعد وما ما يجيكمش بالشهر ونص والله كان جاي في بلاد في الغربة مثلا هو في أوروبا في فرنسا ولا في إيطاليا نقوله أما هذا معناها في تريتوار واحد راه مشيت تخدم تهز مرتك وصغارك معاك ولا تجي تطل عليهم كل جمعة على الأقل ما مش تقعد شهر ونص وشهرين معناها. اوكي بسمة دونك انت حطوا قدام الامر الواقع وشوف شنو باش يكون ردة فعله في الاختبار هذا وللحديث بقية واذا فما حاجة هاكا تتصل بينا اوكي شكرا لك تحية لك والبن قردين خاصة وكل اهالي بن قردين والكل الشجعان والكل حامين الوطن هذايا وان شاء الله نسمع عليك الاخبار الطيبة مستقبلا يعيشك يعيشك شكرا لك. نحن متواصلين معاكم في الوقت اللي مازالنا ما مازالناش برشا حوالي 20 دقيقة وأقل باش نسمع تويكا رامي صبري يقول لنا كلمة في مع وهبي أنت اللي تحكي. مع وهبي أنت اللي تحكي. في مع وهبي حكينا برشا اليوم في ما فيه الكفاية حكينا مع يوسف حكينا مع مريم وحكينا مع بسمة ثلاثة اتصالات كانت موجودة معنا في حلقتنا لليوم. ما تنسيوش ديما باش تكلمونا يا إما على المباشر على 73-278-ألف دونك كل نهار خميس بداية ما 9 متاع الليل على MFM تكبتيو الموجة متاعنا ديما على 105.5 و94.7 وتتفرجوا فينا كل نهار سبت في السهرية بداية من 10 متاع الليل على قناة M24 تلفزيون دونك على نايل سات 10727 أوريزونتال دونك تتفرجوا في برنامجنا وتسمعوا الاغنيات هذوما الحلوين الكل. نحن هكايا نكون وصلنا لخاتمة حلقتنا لليوم باش نتقابلوا معاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل من هنا حتى الاسبوع الجاي تنجموا باش تحبوا تشاركوا معنا زادة تبعثوا اس ام اس على 85-151 تحطوا ام دبليو والاسم والعمر والولايه ولا البلاصه اللي انتم ساكنين فيها ثم نحن نتصل بكم وتكونوا انتم زادة من المشاركين معنا في برنامج مع وهبي. الخاتمه باش تكون اغنيه حلوه برشا رومانتيك نختموا بها لورا فابيان نقول لكم جو تيم وانا نقول لكم جو فوزيم توس نتقابل معكم ان شاء الله الجمعه الجاي في نفس التوقيت دمتم بخير.